السلام عليكم اعزائي متتبعي قناه سكينه، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جبت لكم مسمن معمر بالخضر المشويه، طريقه جديده ومذاق هائل. تبعوا معايا الطريقه، راها سهله ماهله وكتعطيكم واحد الكميه مهمه من المسمن وبمكونات بسيطه. نلتقيو بعد الفاصل. ممكن ما كتلاحظوا غادي نخليكم مع الشيف ماما، هي اللي غادي تعجن لكم السمن على الطريقه ديالها. المقادير غادي دير فيه جبانيه ونص ديال الفورص، وغادير جبانيه ديال دقيق الفينو، ودارت واحد القليل من الخميره يعني ديال الدار غير شويه، وجمعات العجين بالماء الدافئ. هاد الطريقه كتخلي الملح حتى الاخر عاد كتضيف. ممكن نستمروا بالخلطه ديال المكونات وكنجمعوا العجين بالطريقه حتى كنحصلوا على عجين متماسك مع الدلك بطبيعه الحال. هذا هو الشكل العجين. دابا غنضيفوا الملح، كتبقى الملح حسب الرغبه، كل واحد وكيبغي يدير المذاق. كاين اللي يبغي المذاق بنين، كاين اللي كيبغي متوسط، على حساب كل شخص. كنستمروا بالدلك فحال هكا حتى كيمتزج لينا الملح مع العجين. بقاو معايا حتى نوريكم الطريقه المواليه. كما كتلاحظوا كنزيدوا شويه الماء وكنديروا هاد الطريقه ديال الدلك فحال هكا باش الملح كتدخل مزيان في العجين. نعملوا العجين على شكل كويرات. نمر الان لتحضير الحشوه. نبداو بالدنجال، كما تلاحظوا قطعته على هذاك الشكل ودرتو في الشوايه هو والفلفله. هذا هو الطريقه الجديده اللي قلت لكم باللي راه المذاق ديال المسمن بالخضر المشويه. واحتاجيت بصله ايضا وقرعه وخيزوه. المهم اللي غيتشو غير الفلفل والدنجال فوق البوطه. بالنسبه للفلفل راكم عارفين الطريقه ديالها باش تبزال لي هذيك الجلده، راكم عارفين كاين اللي ما كيبغيهاش بحالي. المهم كنديرها فوق البوطه حتى كتشوى، وملي كتشوى الفلفله بوحدها، كندوي لكم على الفلفله دابا، ملي كتشوى كنديروها في ميكا حتى كتقلع على الجلده سبونطاني، فهمتوني. وبالنسبه للدنجال فملي غادي يتشوى غادي نوريكم الطريقه ديالو حتى هو ايضا كيفاش غندير. بالنسبه للبصله هي قطعناها قطع صغيره وحكينا خيزو. هاد جوج المكونات غادي نزيدو عليهم شويه الزيت، غادي نبقاو نشحرو فيهم حتى يطيحو شويه
عاد باش نضيفوا باقي المكونات، غنضيفوا عليهم من بعد القرعه. دابا غندوزو للدجاج، كما تلاحظوا قطعنا قطع صغيره بهذا الشكل، وحتى هو غنضيفوه يكمل التشحار مع باقي الخضر. كنزولو القشرة ديال الفلفلة بهذه الطريقة، هاد الطريقة كنأكد لكم انك جديدة في المذاق وكتساعدكم باش طيب الحشوة دغيا، يعني ما كتشدش الوقت بزاف حيت كاع المكونات راه كما تعرفوا المكونات الاخرى راها شويناها، يعني غادي طيب دغيا. كنستمروا في التحريك كما تلاحظوا، كنضيفوا العطريه حتى هي كتبقى حسب الرغبه، الملح والبزار، وكنضيفوا الخرقوم، كنضيفوا الكمون حتى هو. وكنضيفوا الربيع. نضيفوا زيت الزيتون ايضا، كناخذوا اول كره من العجين كنبسطوا على هذا الشكل بالزيت النباتيه، كنضيفوا القليل من الحشوه صافي، وكنسدوا المسمن على الطريقه.
كنوضعوا المسمنه في قلب الاخرى كما تلاحظوا. صافي كنغلقوا الجوانب ديال المسمن، كنبسطوا على هذا الشكل وغنطيبوها في المقله. كنأكد لكم بأن الطريقة اللي في المقلاه كيجي مسمن هائل وهشيش بزاف، كيجي رائع. هاد الطريقة هي اللي ولات معتمدة عندي بزاف مؤخرا. ممكن تلاحظوا دهنا مسمن تاني من الجهة الأخرى. ها هو الشكل النهائي ديال المسمن معمر اللي في المقله، كيجي رائع بزاف وهشيش. وهذيك الحشوه اللي درتها بالخضر المشويه ما نعاودش لكم، كتجي واحد المذاق رائع، جربوها وما غتندموش. هانتوما كنوريكم الشكل من الداخل كي داير، راه باقا سخون المسمن كما تلاحظوا، عاد كيجي هشيش بزاف ورائع وما نعاودش لكم، مذاق ديالو هائل. هذه هي الطريقه اللي ولات عندنا معتمده في المسمن، جربوها وما تندموش عليها. وكما تلاحظوا عطاتنا واحد الكونتيتي مهم ديال المسمن، يعني كما تلاحظوا الخضر استعملت غير عدد قليل، كل حاجه منها حبه حبه، والمذاق جا رائع وجا مسمن لذيذ بزاف. إيوا، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا على تتبعكم.